بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مادة العقود المدنية، والتي نواصل الحديث فيها بمشيئة الله تعالى عن عقد البيع. بينا في المحاضرة الماضية التعريف بعقد البيع وأبرز خصائصه وأركانه. محاضرة اليوم بمشيئة الله هنتكلم فيها عن آثار عقد البيع. بعدما ينعقد عقد البيع صحيح مستوفيا لأركانه وشروطه، فإنه يرتب التزامات على كل من البائع والمشتري. أولا، الالتزامات التي تقع على البائع. بعدما ينعقد عقد البيع صحيح، فإنه يرتب التزامات على البائع والمشتري. الالتزامات التي يجب على البائع أن يقوم بها، أول هذه الالتزامات هو التزامه بنقل ملكية الشيء المبيع. والتزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع يعتبر الأصل، بمجرد ما أن يتم انعقاد العقد مستوفيا لأركانه وشروطه. فإذا في هذه الحالة يجب على البائع أن يقوم بنقل ملكية الشيء المبيع من ذمته إلى ذمة المشتري. ولكن التزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري يختلف بحسب ما إذا كان الشيء المبيع منقولا أم عقارا. فإذا كان الشيء المنقول أو إذا كان الشيء المبيع منقولا، ففي هذه الحالة نقل ملكياته من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، أو التزام البائع بنقل ملكياته من ذمته إلى ذمة المشتري، يختلف بحسب ما إذا كان هذا المنقول هل هو منقولا معينا بالذات أم منقولا معينا بالنوع. والمنقول المعين بالذات هو ذلك المنقول الذي تم تعيينه تعيينا نافيا للجهالة، تم تعيينه تعيينا نافيا للجهالة، بحيث يتم تحديد نوعه ووصفه وكل ما يتعلق به. أما التعيين المعين بالنوع فهو ذلك التعيين الذي يذكر فيه نوع المنقول، لكن لا يتم تحديده تحديدا ذاتيا ينفي الجهال. يبقى المنقول المعين بالذات هذا المنقول يتم نقل أو تنتقل فيه الملكية بمجرد ما أن يتم انعقاد العقد، دون أن يكون هناك أي إجراءات أخرى، حتى ولو كان التسليم ودفع الثمن مؤجل إلى فترة زمنية لاحقة. يبقى المنقولات المعينة بالذات تنتقل فيها الملكية بمجرد ما أن يتم انعقاد العقد، ولكن حتى تنتقل الملكية فلا بد أن يكون الشيء المبيع موجود وقت إبرام العقد. أما إذا كان الشيء المبيع غير موجود، ففي هذه الحالة لا تنتقل الملكية إلا بعد أن يوجد الشيء المبيع. بعد ذلك المنقول المعين بالنوع، وكما وضحنا المنقول المعين بالنوع هو ذلك المنقول الذي تم تحديد نوعه ولكن لم يتم تحديده تحديدا نافيا للجهال. المعين أو المنقول المعين بالذات بالنوع، كأن يقول البائع للمشتري بعتك سيارة من سيارات. فإذا في هذه الحالة لم يتم تحديد نوع السيارة ولا موديلها ولا لونها، ولم يتم تحديدها تحديدا دقيق. ففي هذه الحالة يعتبر المنقول معينا في النوع، لكن لم يتم تحديده تحديدا نافيا للجهالة. فالمنقول المعين بالنوع لا تنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاد العقد. يبقى إذن المنقول المعين بالنوع عكس المنقول المعين بالذات. المنقول المعين بالذات بتنتقل فيه الملكية ومجرد ما أن يتم انعقاد العقد مستوفيا لأركانه وشروطه. أما المنقول المعين بالذات بالنوع فلا تنتقل فيه الملكية إلا بعد قيام البائع بإفراز الشيء المبيع، لا تنتقل فيه الملكية إلا بعدما أن يقوم البائع بتحديد الشيء المبيع تحديدا نافيا للجهالة، أو توضيحه توضيحا نافيا للجهالة. والسبب في ذلك هو أن انتقال الملكية من شخص إلى آخر لا يمكن تصور حصوله دون أن يتم تحديد الشيء وتعيينه بذاته، وتحديد الشيء وتعيينه بذاته لا يتحقق إلا بالإفراز. بعد ذلك انتقال الملكية في العقد.
لا تنتقل الملكية في العقار ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وبين أو فيما يتعلق بحقوق الغير إلا بعدما يتم التسجيل وفقا لأحكام القانون. فإذا التسجيل شرط لانتقال الملكية وليس شرط لانعقاد العقد. أيضا من الالتزامات التي يجب على البائع أن يقوم بها هو التزامه بتسليم الشيء المبيع، والمقصود بتسليم الشيء المبيع هو التخلية بين المبيع وبين المشتري على وجه أو بصورة يتمكن معها المشتري من قبضه دون حائل، من قبضه دون حائل، بحيث يجب على البائع أن يتسلم المبيع ذاته وليس شخص شيئا آخر. فإذا البائع يلتزم بأن يقوم بتسليم الشيء المبيع ذاته الذي تم الاتفاق على بيعه، ولا يقوم بتسليم شيئا آخر حتى ولو كان هذا الشيء الآخر أفضل مما تم الاتفاق على بيعه. ويجب أيضا على البائع أن يقوم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع، وده يعتبر أمر طبيعي لأن حالة المبيع وقت البيع بتعتبر عنصر من العناصر التي تكون محل اعتبار في انعقاد العقد، وعلى أساس هذه الحالة يتم انعقاد العقد. يبقى الالتزام الثاني هو التزام البائع بتسليم الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العقد. بعد ذلك الالتزام الثالث هو التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق. بيلتزم البائع بأن يضمن عدم تعرضه هو شخصيا للمشتري في انتفاعه بالشيء المبيع أو في ملكياته أو في حيازته للشيء المبيع، بمعنى أن البائع يلتزم أو يمتنع عن أن يقوم بأي عمل من يكون من شأنه أن يعرقل استفادة المشتري من الشيء المبيع على النحو الذي تم إعداد الشيء المبيع له. وطبعا ضمان البائع للتعرض والاستحقاق بيكون بيشمل كل صور التعرض، سواء كان تعرض مادي وصادر منه هو أو من الغير، أو سواء كان تعرض قانوني صادر منه هو أو من الآخرين، وسواء كان هذا التعرض بيشمل كل المبيع أو جزء منه، وسواء كان هذا التعرض بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة. فإذا حدث تعرض للمشتري في انتفاعه بالشيء المبيع وجب على البائع أن يتدخل من أجل دفع هذا التعرض بالطرق القانونية. فإذا نجح البائع في دفع التعرض الذي وقع على المشتري، ففي هذه الحالة يكون قد نفذ التزاما وقع على عاتقه. أما إذا لم يتمكن البائع من دفع هذا التعرض، ففي هذه الحالة يكون قد أخل بالتزام يجب عليه أن كان يجب عليه أن يقوم به. وفي حالة ما إذا تم استحقاق هذا الشيء المبيع لمن تعرض له أو لمن قام بالتعرض للمشتري، سواء كان استحقاقا كليا أو جزئيا، ثبت حق الغير على المبيع، في هذه الحالة يجب على البائع أن يقوم بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاستحقاق، وهذا هو ضمان الاستحقاق. يبقى كده الضمان أو الالتزام الثالث التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق. أما الضمان الرابع فهو التزام البائع بضمان العيوب الخفية. طبعا هدف المشتري من إبرامه لعقد البيع هو أن يحصل على منفعة الشيء بالصورة التي أعد لها الشيء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن البائع يلتزم بتوفير الشيء المبيع وهو صالحا للانتفاع به، ولذلك يكون البائع ضامنا للعيوب التي تظهر في المبيع إذا كان من شأنها أن تحدث خللا في منفعة المبيع. بعد ذلك ننتقل إلى التزامات المشتري. المشتري بيقع عليه عدة التزامات. أول هذه الالتزامات هو التزامه بدفع الثمن إلى البائع. يبقى الالتزام الأول من التزامات المشتري هو التزامه بدفع ثمن الشيء المبيع إلى البائع. وطبعا أهل القانون عرفوا الثمن بأن هو عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع مقابل نقل
ملكية الشيء المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري. وطبعا الثمن في القانون يعد من أركان العقد، فيجب أن يتفق المتعاقدان على الثمن ومقداره، بالإضافة إلى أن يتم تحديد النقود التي يجب أن يتم دفعها دفع الثمن بها. فإذا لم يتفق الطرفان على الثمن وعلى نوع النقود بطل العقد لتخلف ركنا من أركانه. ويجب على المشتري أن يقوم بدفع الثمن المتفق عليه، ويلتزم في القوانين الوضعية بدفع الفوائد، ويلتزم أيضا بدفع الفوائد القانونية التي ينظر إليها القانون على أنها جزء من الثمن، ويسري عليها ما يسري على الثمن من أحكام. فإذن بالإضافة إلى التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع، يلتزم أيضا بدفع الفوائد القانونية، ده طبعا في القوانين الوضعية، لكن الأمر في الأنظمة القانونية غير ذلك، بحيث أن الفوائد أو الوفاء بالفوائد القانونية لم يأخذ بها النظام السعودي، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في الدورة 11 المنعقدة في مكة المكرمة في 13 من شهر رجب من عام 1409، حيث جاء في قراره ما نص على أن الدائن إذا اشترط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال كغرامة مالية بسبب تأخره، أو كنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهم، فهذا الشرط يعتبر شرط باطل ولا يجب الوفاء به ولا يحل، سواء كان الشرط هو المصرف أو غيره، لأن هذا يعتبر ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن الكريم. أيضا من التزامات المشتري التزامه بتسلم المبيع. يبقى التزام المشتري أو هذا الالتزام بيقابل التزام البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري. يبقى في مقابل التزام البائع بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري، يلتزم المشتري بأن يتسلم الشيء المبيع ما دام أن البائع قد وفره له بالصورة التي تم الاتفاق عليها. يبقى إذن هذا الالتزام بيشترك مع التزام البائع بتسليم الشيء المبيع في كثير من الأحكام، وده بسبب الترابط الوثيق بينهم. ولذلك فإن الأحكام التي تتعلق بالتزام البائع بتسليم الشيء المبيع تسري أيضا على التزام المشتري بتسلم الشيء المبيع. وحتى يتم تسلم الشيء المبيع فلا بد أن يكون هناك إذن من البائع صراحة أو ضمنه. أيضا من التزامات التي تقع أو من الالتزامات التي يلتزم بها المشتري هو التزامه بدفع نفقات البيع. طبعا نفقات البيع هي المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع كنفقات التسجيل، وطبعا هذه النفقات بتقع أو بيلتزم بها المشتري ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك، أو ما دام أن هناك أو ما دام أنه لا يوجد هناك عرف يقضي بغير ذلك. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.